الحمد لله الكل كنا احنا في الاول ما كناش عارفين يعني المستوى ديال المنتخب البلجيكي، لانه كان توقف لواحد فتره وجيزه مع لمده 5 سنوات او 6 سنوات ما كانش عندنا كاع معلومات قيمه عليه. فالحمد لله كما شاف الجمهور الكريم راه كنا تحكمنا في جميع اطوار المقابله، والحمد لله تاتانا الفوز ب9 اهداف لـ2. وتنبغيو نشكروا لهاد الجماهير العريضه اللي تجي ديما تساندنا اللي معروفه على الجمهور المغربي. الحمد لله كيف ما شاف الجميع فاداء كان رائع مع النتيجه، فهذا شيء جميل. دونك نتمنوا غدا وبعد غدا ان شاء الله غدنا عندنا ماتش كونتر لا تنزاني، ابخي دوما ماتش كونتر لا فرانس. دونك كنتمنوا نشوف هذا النسق باش نتوجوا باللقب كوم سون بريبار بيان بور لا كان بروشين ان شاء الله. الحمد لله ربي وفقنا باش كنا الحمد لله خدينا الصداره، وهذا الشيء كيجي بالعمل وبالمثابره وبالطاقم التقني وبالجروب اللي عندنا. الحمد لله حنا دابا في استعدادات ديال كاس افريقيا ان شاء الله وكاس العرب، وكنتمنوا الخير ان شاء الله المقبل ان شاء الله المباريات اللي جايه ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.